اهلا وسهلا ومرحبا بكم مكملين في فيديو جديد ديال قناتكم شوشو شانيل. في هذا الفيديو ان شاء الله هذا القطيط اللي كتشوفوا معايا تلقيته في الزنقه ولقيته صغير مسكين بزاف والبرد وهذا، قلت غندخلو للدار. واول حاجه غنعمل هي انني غنقطع له الضفيرات باش ما يخبش ليش الدار. دونك خليكم على فيديو تشوفوا كيفاش الطريقه الصحيحه لتقليم الاظافر. شوشوات ها هو القطيط، دخلته عندي الصباح، دخلت كمل الماكله كلا ونعس. دابا غنقطع له ضفيراته باش نقدر ندوش له باش ما يجرحنيش، حيت القطوط راكم عارفين كيخافوا من الماء. وغنقطع له ضفيراته بهذا، هذا كيعمل هنايا ارخص حاجه كتعمل 30 حتى 40 درهم هذا المقص ديال الضفيرات ديال القطوط. لاحظوا هنايا مدور، ولكن انا شريته من علي اكسبريس بشي 15 هيدا، والليفريزون ديك الساعه كانت فابور. كنشبروا الضفر، ها هو لاحظوا كنشبروا الضفر كنخرجوه، كتكون غير هاد لابارتي القداميه اللي كتكون ترونسبارونت هي اللي كنقطعو. زيد 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 بسم الله، اوب صافي. وهذا الشيء هذا الاخر كنخليوه، عاود كنشبرو. هيدا راه ما كيكونش الضفر كيبان، كنتكيو كنخرجو الضفير كنقطعوه الى بارتي. يا كان يماك كتعطني، شوف كيعطني الحمار. صافي صافي تخافش، صافي 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 هكا ريسيوا شي شويش عاد نتعطل شي، خصني دغيا نقطعهم. وهاد لو بوس دائما ما تنساوهش، راه عندهم واحد الصبيع هنايا ستيتو في الجنب، ما تنساوهش حتى هو. هذا باش ما يجرحكمش، كيبقى الضفر كاين ولكن ما كيبقاش هما دي بوينتي بحال الاخرين. ها نتوما شوفوا هادو كيفاش بوينتي، ارا 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 شفتوا هذا كيفاش بوينتي. هذا الشيء اللي ترونسبارون كنزولو هايلا، كيقولي نسيكن صافي ميشو تاني غنكمل له. شوفوا هنا واحد لاستيس بغيت نعطيها لكم بالنسبه للناس اللي بغاو يقطعوا الضفار ديال القط ويبدا يعمل لكم ديك عو ما كيبغيش يخليكم زعما تحاديوه. ها ديما كنقول لكم هنايا القرفده ديال القط هي باش كتحكموه. دونك واخا بوحدي، ها نتوما دابا هنايا مالكش هبره لي التليفون، ولكن ها نتوما غتشوفوا بيدي بوحديتي غنشبر بهاد اليد هايدا، غنشبر له القرفده غنجبدها مزيان كما كتشوفوا باش كنحكمو هايدا. ونخلي غير هاد لو بوس ولاندكس ديالي ليبغ، وباليد هادي الشمال غنشبر رجلو اللورانيه. ديك ساعتك ما غيقدر انه يخبشني، ما غيقدر حتى شي حاجه حيت انا حاكمه من هنايا. فهمتوا كيفاش؟ اخ حبيب صافي. ها هو اللورانيه كيكونوا اغلبيه كيكونوا متحفروا مع المشي. صافي صافي ها حنا سالينا. يلا يلا سير.